خطابات نيابية تقليدية، هكذا وصف المراقبون خطابات النواب ردا على قانون الموازنة العامة، إلا أن بعضها كانت هجومية وقاسية على الحكومة بشكل عام ورئيس الوزراء عمر الرزاز بشكل خاص، كما أنها وفق المراقبين لم تخلو من المطالب المناطقية الفئوية. المواطن يريد عملا شريفا يحتاج منه، ويريد حلا لأزمة البطالة، وأنا من المؤيدين لإعادة خدمة العلم، ولكن بطريقة مختلفة عما أعلنته الحكومة، فاستشيرونا يا رعاكم الله لعل لدينا ما هو أفضل في هذا المجال، وأنتم تدعون التشاركية ولكن لم تأخذوا رأي أحد منا في قراراتكم المختلفة. النواب هاجموا مشروع القانون لاتباع الحكومة أساليب تقليدية في سد عجز الموازنة وتخفيض المديونية، داعين الحكومة إلى كف يديها عن جيب المواطن والبحث عن أساليب فعلية لإنقاذ الأردن من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به. إيجاد مرجعية إدارية ومالية، وإيجاد صندوق موحد، إيجاد حلول للمجتمع الأردني، إيجاد حلول لهذا الفقر ولهذه البطالة، إيجاد زيادات. نحن نصرخ كل يوم كلمات لو جمعت في مجالسنا لحررت المقدسات. خطابات النواب لم تخلو من الهجوم على الحكومة وبالتحديد على رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي استغل ما يملكه من ثقافة لتمزيق النسيج الوطني، كما جاء على لسان النائب صداح الحباشنة. لقد استثمرت يا رزاز للأسف كل ما لديك من مخزون ثقافي لتمزيق الحالة الوطنية وتبرير سلوك خيانة الوطن من خلال تمييع ملف الفساد ومحاولة ضرب النشاط الوطني واستهداف أبناء الوطن الشرفاء وتعزيز نهج البلطجة السياسية والقمع ومصادرة الحريات. النواب وصفوا حكومة الرزاز بالعاجزة كونها لم تتمكن من معالجة كافة المشاكل الاقتصادية التي أدت إلى حدوث الاحتجاجات التي أسقطت حكومة هاني الملقي سابقاً وتجددت لتفقد هذه الحكومة أيضاً الشرعية.